You left me hopeless, swimming in your ocean. Got me thinking twice what I'm involved in. I just pull up and skirt. You just pull up. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليلى صافية رائعة. جو كورة جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة. ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم. الله على الروعة هنا في هذا الملعب. أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. استقبال جميل من جانب فان نيستلروي. كرة أخرى تضيع. أي سوء حظ يلازمهم اليوم. جيرارد، بيكام، روبرتو كارلوس، لمسة بينية، سوكراتيس لديه الفرصة الخطيرة. بافل نيدفيد، الكرة ملعوبة من مسافة. جيرارد، يفقد توازنه. رونالدينيو غاوتشو على تنفيذ الخطأ. الكرات لا يمكن أن تأذي الحارس، لا يمكن أن تزعج حارس المرمى إطلاقا. كانت محاولة لكن الكرة بعيدة جدا، مسافة بعيدة أيضا. يلعبها لمنطقة الخطر. سوكراتيس الآن فرصتهم للمرتدة. سوكراتيس يحاول تمريرها من بين المدافعين. الآن إمكانية المرتدة. بافل نيدفيد وصلت إليه، يحاول أن يلعب كرة بينية. فان نيستلروي، زين الدين زيدان ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. ريدوندو، رونالدينيو غاوتشو، مارادونا يحاول أن يسدد الكرة من هنا. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يتواصل اللاعب برمية التماس. كرة من جهة اليمين، يحتسب الحكم ركلة حرة. كارلس بويول، بافل نيدفيد، ريدوندو سيحاول استلام الكرة. قد تكون هنالك شوية مساحة خالية. زين الدين زيدان يلعب كرة بينية.
دينيو غاوتشو بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يتعثر ويفقد توازنه. كرة إلى الأمام، زيدان يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. فان نيستلروي، الكرة إلى خارج المرمى. يمر يلعب كرة بينية، كافو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. جدار دفاع غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. سوكراتيس يلعب كرة على اليسار، يلعب كرة بينية، يحاول فك شفرة دفاع والتسديد، متابعة موجودة، يلعب كرة. يا إلهي، هدف بدون أي فلسفة أمام المرمى، يتمكن من يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. إذن أعزائي المشاهدين، ستستأنف أحداث المنافسة الكبيرة في هذه المباراة. فان نيستلروي لمسة بينية، يحصل على المساحة، يحصل عليها روبرتو كارلوس. بافل نيدفيد، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. مرت الكرة، بيكام يلعب كرة إلى الوراء، روبرتو كارلوس. زين الدين زيدان يلعب كرة الجانب الأيمن. زين الدين زيدان ريدوندو، إمكانية مرتدة الآن، فرصة خطيرة جدا للتسديد. يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب كرة طويلة، ريدوندو. مارادونا يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يرسلها داخل 18، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. فان نيستلروي، مارادونا، لمسة بينية ويمر. الآن الكرة إلى ضربة ركنية. يلعب كرة عرضية، قراءة ممتازة من الدفاع. فرانشيسكو توتي، انطلاقة خطيرة، زيدان، فرانشيسكو توتي، سوكراتيس،
يمر ويلعب كرة بينية. أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود. كلا الفريقان يستخدمان الأوراق المتاحة من على دكة البدلاء من أجل صناعة الفارق. ضغط قوي وينجح في استعادتها فرانشيسكو توتي. كرة خطيرة أمام زين الدين زيدان والكرة في الشباك. جول. لقد سجل الهدف قد يكون حاسما بعد ذلك لمصلحتهم. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. ها هي التسديدة، الكرة خطيرة، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. زين الدين زيدان حصلوا على رمية جانبية. مارادونا يلعب كرة بينية. ضغط يستمر، تحولت بعد ذلك إلى ركنية، فرصة قد تكون مهمة الآن. إيقاع جميل، لعب على الجهة اليسرى، وهذه أخطر كرة في المباراة. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعب الكرة إلى المنطقة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ زيكو، إمكانية تسديد، يستعيدها زين الدين زيدان. تقريبا ولا فريق على الملعب قادر على الاستفادة من الكرة. فرانشيسكو توتي لمسة على اليسار، يلعب كرة بينية، كرة طولية إلى الأمام. كاكا لمسة بينية وانتهى، انتهى، انتهى المشوار. هذه من المباريات اللي اسمح للقول فيها شوية حظ. طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراة كرة قدم ممتعة، لان الاجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا، ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. فرناندو مورينتس وعرضية. زين الدين زيدان. جيرارد يسيطر على الكرة، يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول تمريرها فرناندو توريس.
يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يلعبها لمنطقة الخطر. دينيس بيركام فرناندو توريس، زين الدين زيدان. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة والتسديد. بدال أن القائم الأيسر تحرك من مكانه من أجل أن تضيع هذه الكرة. بوبان يمرر كرة قوية. بافل نيدفيد يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. تحرك سريع إلى الأمام. كرة إلى الأمام. ليتمانين يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطراً على فريقه. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. فرناندو توريس، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ كرة طويلة للأمام. فرناندو توريس، زين الدين زيدان. لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. ستيفن جيرارد، تسديدة جميلة لكنها تذهب إلى الحارس مباشرة. بافل نيدفيد ريكارد يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يمر ويلعب كرة بينية، يسدد الكرة. حلوة جدا هذه اللعبة لكنها لم تكتمل، لم تنتهي في الشباك. لا يزال عندهم شيء ناقص. جيرارد يبحث عن المهاجم. كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد. ريكارد، موريانتس يبحث عن زميله. يعاني في هذه المباراة خصوصا عند التمرير. زين الدين زيدان، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم. جدار عازل أمام المرمى، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. إمكانية تسديد، زين الدين زيدان يسدد الكرة المرتدة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ بيكام. ريكارد يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. بينية إلى دينيس بيركام، يتعثر ويفقد توازنه والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. الكرة ملعوبة من مسافة. تلعب الكرة إلى الأمام. في هذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. أسوأ نتيجة في كرة القدم عزيزي المشاهد
هي التعادل السلبي. ننتظر ونتمنى أن يكون الأداء أفضل، أن يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان أداء أجمل في الدقائق القادمة. بيكام، زيدان، ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة إلى الأمام، دينيس بيركام، زين الدين زيدان ينطلق إلى الأمام بسرعة. بوبان، فرانكو باريزي يلعب كرة بينية، يفقد توازنه. باتريك فييرا، جيرارد، الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. زين الدين زيدان، ها الكرة تضرب في القائم وترتد. يستعيد الكرة بسرعة، كرة ملعوبة إلى دينيس بيركام. يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. كرة طولية إلى الأمام، يبحث عن المهاجم، تمريرة بينية. بيركام، يلعبها لمنطقة الخطر. زيدان يحاول يسدد، لمسة بينية معكم هالقائم مرة أخرى يحرم اللاعب من التسجيل. ضاعت الكرة ولكن بفارق بسيط، ربما كان يحتاج شوية حظ، شوية حظ. ولا تغيير سيتم مع توقف الكرة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. اليوم الأداء دفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. يحصل عليها فرانكو باريزي. موريانتس يحاول أن يلعب كرة بينية، يمر يلعب كرة بينية، معه الكرة ولديه المساء. موريانتس يلعب كرة، يا إلهي، هدف، ونجحوا في تسجيل هدف الأول في المباراة. رأسية في منتهى الروعة، لكن قبل ذلك يا جماعة شوفوا الكرة العربية. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ قد تكون هذه فرصته، فرناندو موريانتس. زين الدين زيدان، الكرة ملعوبة من مسافة. الهدف الوحيد في المباراة، أدريانو، تلعب الكرة جميلة، جول. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان، أظهروا أنهم قادرين على الرد سريعا بعد التأخر. توقيت الهدف مهم جدا قبل أن تتأزم الأمور. ماتايوس، موريانتس يحاول تمريرها من بين المدافعين، لمسة، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، لدينا تغيير جديد هنا. ماتايوس يريد لعب الكرة في منطقة الجزاء. بيركام، كرة إلى الأمام لوحدة بمجهود فردي، تحرك. أدريانو، ردة فعل غير عادية من حارس المرمى. انظروا إليه كم قدم الخصم هدية مجانية. كرة طولية من الحارس، يبحث عن المهاجم يوان كرويف. فرناندو موريانتس،
تقريبا ولا فريق على الملعب. فرصة للتسديد. يا له من تصدي من حارس المرمى. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. زين الدين زيدان، الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. انطلقت صافرة النهاية وانتهى كل شيء. سنذهب الآن إلى الأوقات الإضافية. مباراة كان فيها الكثير من التحفظ، كل مدرب أظن راضي بهذه النتيجة. أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والنتيجة هي التعادل. بالتالي سنذهب وإياكم إلى الأوقات الإضافية. تعود المباراة مع بداية الشوط الثاني. تقريبا كانوا قد اقتنعوا أن المباراة ستنتهي لصالحهم، ولذا فإنهم بالتأكيد ليسوا سعداء الآن بهدف التعادل الذي سجل في مرماهم. كيف سيتعاملوا مع هذا الموقف؟ كيف يمكن أن يعودوا بعد ذلك؟ أسئلة كبيرة هم أنفسهم عليهم أن يجيبوا عليها في الدقائق القادمة. ينجح في بعض تسديدة من أول لمسة. أدريانو يلعب كرة بينية، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. موريانتس عدت الكرة. ديل بييرو في موقع التسلل. زين الدين زيدان، الكرة ملعوبة من مسافة، يحاول أن يلعب كرة بينية. موريانتس قام بتحرك رائع للكرة لكن الخسارة لم يستفيد منها. موريانتس بالتأكيد أنه يندب حظه على ضياع هذه الكرة، لقد قام بعمل كبير لكنه لم يكتمل. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. جيرارد الكرة ملعوبة إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، وتعلن الصافرة نهاية الشوط الإضافي الأول. آخر ربع ساعة ماذا يمكن أن يحدث فيها؟ كل شيء يظل وارد في هذه الملحمة الكروية المثيرة. ونعود الآن، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق. موريانتس تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. سيتم التبديل الآن. على الطاير ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. كاكا، مرور جميل من المدافعين وانطلاقة على اليسار. كاكا ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل الآن؟ ماتايوس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. باتريك فييرا مارسيل ديزايب يمر ويلعب كرة بينية وينجح في استعادة الكرة سريعا. ديل بييرو
يتقدم بقوة بدنية كبيرة. تأتي العرضية من ديل بييرو، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. وصلت إليه ويم كاكا، ارتدت الكرة من العارضة. إذا صافرت نهاية المباراة، انتهى كل شيء، والخيار الأخير سيكون ركلات الترجيح. قوة الأعصاب مفتاح مهم في تنفيذ الركلات القادمة، ركلات الحظ اللي تحتاج إلى تركيز كبير جدا. إرهاق كبير، تعب كبير لدى كلا الفريقين، تركيز مطلوب، ثقة مطلوبة، ركلات ترجيح. من يحسم الأمور؟ من يفوز؟ من يخسر؟ من يفرح؟ من يبكي بعد هذه المباراة العصيبة؟ يضيع الركلة الأولى، وهذا سيناريو صعب جدا. الحارس توقعها صح، لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب، سددها بطريقة سيئة. فرصة ليتقدم بهدف ثاني، الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. ثالث منفذي الركلات، والكرة إلى الجانب الأيمن. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. ثم مع الثالث الآن، تصدي غير عادي، حارس كلب. رابع لاعب في ترتيب المسددين، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة، رابع لاعب ينفذ الركلة. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر، يا سلام، تنفيذ رائع. الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى، جاهز للتنفيذ بثقة كبيرة. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. كرة التعادل، نتيجة 3-3. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات، يضعها على يسار الحارس. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. اللاعب السادس في ترتيب المسددين للركلات، كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق مع عدم توفر أي فرصة لتحقيق الفوز. ما عدا حل آخر إلا ركلات الترجيح. لا توجد إثارة مثل إثارة ركلات الترجيح، بالتأكيد فإنهم في غاية السعادة. على
كما تشاهدون الآن الثلوج في كل مكان في الملعب، ليلة شتاء باردة جدا وأجواء ربما لا تشجع على لعب كرة القدم، لكن على كل حال تقام هذه المباراة التي نأمل أن تكون هذه الأجواء لا تؤثر على رتم المباراة وأن نشاهد أداء جيدا من الفريقين رغم صعوبة الطقس في هذا اللقاء. نتمنى تشتعل المباراة على أرضية الملعب. أجواء رائعة هنا في ملعب ديكويب، ملعب فينورد اللي يتسع لما يقارب 50,000 مشجع. لا زال هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. كازيميرو، روبرتو فيرمينو، آرثر. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. ماتايوس يتدخل ويقطع الكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. غوارديولا، بوبان. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يمر ويلعب كرة بينية، ضغط قوي وينجح في استعادتها. ينجح في بعد جميلة من آرثر، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافع، تسديدة من أول لمسة، مجهود فردي غير عادي جميل منا في هذه اللقطة. قام بتحرك مذهل من منتصف الملعب، بذل جهد كبير للوصول إلى الحارس. اللمسة الأخيرة هي اللي كانت مشكلة، لم ينجح في استغلال الكرة. لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء. الكرة ملعوبة من مسافة، مرت الكرة. كوتينهو يلعب كرة بينية، يسددها فيرمينو. يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. كرة طويلة إلى الأمام، آرثر، فيرمينو. مرت الكرة بشكل جميل. أورينتس بينية إلى يوان كرويف. نيمار، لمسة بينية. روبرتو فيرمينو تذهب الكرة إلى خارج المرمى. يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. نيمار، آرثر يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول أن يلعب كرة بينية. مورينتس، كرة في المرمى، جول. يا جماعة الكرة اللي يلعبها تدرس، أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعله بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. رود خوليت، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. وصلت إليه فرناندو مورينتس، صافرة من حكم المباراة. هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. أليكساندرو، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. روبرتو فيرمينو يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة.
الآن الكرة إلى ضربة ركنية، ينجح في تشتيت جميلة من آرثر. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، فرناندو مورينتس يحاول تمريرها من بين المدافعين. يوان كرويف، هوليت، يوان كرويف، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول، نتيجة أسعدت اللاعبين بالتأكيد أيضا المشجعين. هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة؟ سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. هدف يبعثر أوراق المجموعة، يستعيد الكرة سريعا بوبان، كوتينهو، عدت الكرة، تلعب الكرة إلى الأمام، لمسة بينية، وستكون هنا رمية تماس، قطع الرمية الجانبية، اعتراض كان ناجح، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. نيمار، يوان كرويف، يسدد كرويف، لديه فرصة ليلعب كرة عرضية. نيمار، تحرك سريع إلى الأمام، الكرة المعتادة، الدفاع القوي جدا. ماتايوس، وأجمل بينية، يلعب كرة بيني، رود خوليت، هنا كرة، تدرج جميل للكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. The attendance for this match was 52,820. ينطلق بمجهود فردي، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. رود خوليت، كرة عرضية، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكوس. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، تسديدة قوية لكنها لم تشكل خطر، لم تؤذي حارس المرمى. مثل هذه الكرات يرتاح من الحارس بالتأكيد. جابرييل جيسوس يتقدم بقوة بدنية كبيرة، نايمار، فاتت ومرت، وصلت إليه، يستعيد الكرة بسرعة، كرة طولية إلى الأمام، يبحث عن المهاجم ماركينوس على تنفيذ الخطأ. دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. كرة للمنطقة الأمامية، يوان كرويف، جاسكوين، بول جاسكوين، بوبان يتسبب في احتساب المخالفة، يحاول فك شفرة دفاع قوية من مورينتس. يا إلهي، الحارس يخطف الأضواء،
بتصدي حاسم جدا في هذه اللقطة. يعانون جدا في التمريرات، ضياع الاستحواذ، ضياع الكرة، والكثير من التمريرات الخاطئة. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. غوارديولا، كرة إلى الأمام، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. جابرييل جيسوس يمر ويلعب كرة بينية. جابرييل جيسوس، يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. جابرييل جيسوس، غوارديولا، فرناندو مورينتس. مورينتس، كرة ملعوبة إلى بوبان. إيمرسون، تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة خطيرة، يسيطر على الكرة. ماتايوس، غوارديولا، قد تكون هذه فرصته. تحرك يوان كرويف، وينجح في تسجيل الهدف. أنهى الهجمة بشكل رائع. مثل هذه اللقطات تؤكد لك قيمة التهديفية العالية. خلاص يمكن القول أنهم ضمنوا حسم هذا اللقاء بالتأكيد. فرناندو مورينتس يحصل عليها ماركينوس. آرثر، عدت الكرة. لوكاس ماكيتا، ها هي صافرة النهاية. بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق الانتصار. ستكون الجماهير سعيدة جدا بهذه النتيجة. جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال، جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين ليقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. مشهد غير عادي، رائع هنا في ملعب سايتاما، واحد من علامات كرة القدم في القارة الآسيوية. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. بيركام، مرت الكرة، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. سانيب، ماركو رويس، فيرنر يعود بالكرة إلى الوراء لبناء اللعب من جديد. تسديدة، ليروي ساني يبعد الكرة عن المرمى. دينيس بيركام، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة.
بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يحاول أن يلعب كرة بينية. بيركام اندفاع كبير جدا في اللقطة الماضية. ألمانيا وفرصة من علامة الجزاء. قد يكون هذا أول أهداف المباراة. هل بإمكانه أن يضع فريق يضعها في مرمى ينجح من علامة الجزاء في التسجيل من هذه اللقطة؟ لم يكن هناك أدنى شك في استغلال الكرة وتسجيلها. خدع الحارس ببراعة. لابد من وجود فائز في مثل هذه الكرات. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. كرة تمر بسلام على الطائر. تذهب الكرة إلى خارج المرمى. تسديدة قوية لكنها لم تشكل خطر، لم تؤذي حارس المرمى. مثل هذه الكرات يرتاح من الحارس بالتأكيد. بيركام كروس. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة تصل اللاعب بيركام. يجرب التسديد مرة أخرى. ماركو رويس لمسة على اليسار. لمسة بينية. يسيطر على يوان كرويف. يا كرة يا إلهي، هدف. إيش من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. ما هذه الكرة، ما هذا الجمال، ما هذا الإبداع. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. يوان كرويف. بوبان. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ساني يستعيدها. بوبان.